بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم أعزائي الطلاب إلى اللقاء الثامن، والذي سوف نتكلم به عن جريمة الاستيلاء على المال العام. والذي يبدو أنه عزيزي الطالب في توافق كثير وما بين جريمة الاختلاس الذي تكلمنا عنها وما بين جريمة الاستيلاء. عزيزي الطالب، بعد دراسة هذه الوحدة ينبغي أن تكون قادرة على أن تعرف جريمة الاستيلاء على المال العام، توضح أركان جريمة الاستيلاء على المال العام، تبين عقوبة جريمة الاستيلاء على المال العام. طبعاً جريمة الاستيلاء نحن فرقنا وتكلمنا عنها في اللقاء السابق أنها تعتبر هي نفس جريمة الاختلاس، كون هذه الجريمة تعتبر جريمة من الجرائم العمدية يقوم بها موظف عام. جريمة الاختلاس قلنا يقوم بها موظف عام وضع بيده المال بسبب هذه الوظيفة، مثلا كان يكون مثلا أمين صندوق مثلا أو خزينة وأعطي المال لديه ثم قام بمسألة التصرف بمسألة المال، أو يكون مثلا مدير هذه العقارات ويقوم بمسألة التصرف بتلك العقار أو بعض الأشياء والمنقولات ثم قام بمسألة التصرف، وهو يعتبر هذه الأشياء مسلمة بأي وسيلة من الوسائل إلى يده. فإذا في الاختلاس يكون الفارق أن المال هو تحت تصرفه وبيده ثم يقوم بمسألة التصرف به، سواء كان بتصرف الناقل أو بتصرف الناقص كالاستغلال والاستعمال. وأما في جريمة الاستيلاء فلا تكون هذه الجريمة وقعت من 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 موظف عام لم يوضع المال بيده يعني، وإنما يوجد المال يعني في مكان آخر وسهلت له وظيفته مسألة الاستيلاء على ذلك المال، كأن يوضع المال ليس بحيازته وإنما بحيازة موظف آخر، أو تكون يعني هذه الأشياء في الوزارة نفسها وليست موضوعة له تماما. فهذا هو الفارق ما بين ما يسمى مسألة جريمة الاختلاس وجريمة الاستيلاء. طبعا عزيزي الطالب، سنتكلم أولا عن الأركان المكونة لجريمة الاستيلاء على المال العام وعقوبته. وطبعا جريمة الاستيلاء للمال العام لابد من توفر فيها أركان، ويعتبر الركن المفترض المهم فيها وهو مسألة صفة الجاني. وصفة الجاني في هذه الجريمة جريمة الاستيلاء، وهو أن يكون هذه الجريمة صادرة من موظف من الموظف العام، ويكفي توفر تلك الصفة في الفاعل الأصلي كما حددت المادة الأولى من قانون الجرائم والعقوبات. كان يحدث مسألة يعني وجود هذا الموظف ويعتبر صدر فيه قرار ويصدق عليه ما نصت عليه المادة واحد، يعني ما يوصف بما يخص مسألة الموظف العام ابتداء من رئيس الجمهورية وانتهاء بالموظف المختص العادي في الهيكل الوظيفي للوظيفة العامة. طبعا شروط قيام جريمة الاستيلاء، يجب أن تكون صفة الموظف العام ملازمة للفاعل وقت ارتكاب السلوك الإجرامي، فإذا زالت عنه تلك الصفة بالعزل أو بتقديم استقالة أو بأي سبب آخر قبيل ارتكاب السلوك فلا تقوم الجريمة، ولا تنتفي الجريمة إلا إذا زالت تلك الصفة عن الجاني بأي سبب من الأسباب بعد ارتكاب السلوك الإجرامي. أما إذا زالت صفته أو انتهت خدمته ومع ذلك استمر في أداء عمله فإن ذلك لا يعد كافيا لتوفر الصفة ومن ثم قيام الجريمة. اثنين، ألا يكون المال موضوع الاستيلاء موجودا في حيازته، كما قلنا هذا يعتبر الفرق ما بينه وبين مسألة الاختلاس. ألا يكون المال موضوع الاستيلاء موجود في حيازة الموظف بسبب وظيفته وإنما بمناسبة وظيفته، فالقانون لم يكتفي بتوفر صفة الموظف العام للجريمة بل تطلب وفق ذلك أن تكون هناك صلة بين الموظف وبين الاستيلاء بحيث تكون الوظيفة قد سهلت الجاني سبل الاستيلاء على المال العام. أما إذا لم تكن لوظيفة الجاني يعني أي شيء شأن في وقوع هذا الاستيلاء فلا تقوم الجريمة حل النص، وشرط توفر صلة معينة بين وظيفة الجاني والاستيلاء ينسجم مع الحكمة من تجديد العقوبة على الموظف باعتبار أن وظيفته قد سهلت له فعل الاستيلاء. فإذا انتفت طبعا الصلة بين الوظيفة والاستيلاء فمؤدى ذلك أن انتفاء العلة من تغليظ العقوبة، ومن ثم لا مجال لتطبيق النص الخاص بالاستيلاء، ويخضع الفاعل للقواعد العامة سواء طبق عليه النص الخاص بالسرقة أو النصب أو غيره. ويمكن طبعا التعبير عن هذه الصلة بأن يكون الاستيلاء قد تم بمناسبة الوظيفة، سواء هيئت له الوظيفة الدخول إلى المكان المودع فيه المال أو غير ذلك من وسائل التسييك، أن يستولي موظف غير مختص بذلك بتسليم المال
بحساب الدولة على مال سلم إليه باعتباره مختصا بذلك، وتقدير مدى توفر الصلة بين الوظيفة والاستيلاء من اختصاص قاضي الموضوع. يبحث بالفعل يعني هل هذه الوظيفة بالفعل قد سهلت للموظف الدخول ومن خلاله استطاع أن يصل إلى مسألة المال، أو يعني لا يوجد هناك ارتباط ما بين مسألة وقوع الجريمة ومسألة الاستيلاء، حتى يستطيع يكيفها ويخرجها مثلا بأن لا تكون جريمة استيلاء، وإنما قد تكون ربما لا صلة للوظيفة العامة أو لا صلة لكون هذا موظف عام في مسألة السرقة، وإنما سيكون أخذ المال بصفة شخصية عادية، وبذلك يخضع للقانون أو ما يسمى الأحكام السرقة أو أحكام النصب أو أحكام كذلك خيانة الأمانة. وقد حددت طبعا المادة الأولى من قانون العقوبات ما المقصود بالموظف المختص، والذي احنا تكلمنا عنه أنه الموظف المختص يعني هو كل شخص يعني يشتغل بقرار صحيح بالوزارة ابتداء برئيس الجمهورية وانتهاء بالموظف العادي. الركن المادي لجريمة الاستيلاء، ويتمثل الركن المادي كذلك لجريمة الاستيلاء بالتالي فعل الاستيلاء. استعمل طبعا المشرع اليمني لفظ الاستيلاء والاختلاف في المادة 162 من قانون العقوبات، وأعطى كل منهما حكما مغايرا بما يفيد أنه أراد من الاستيلاء معنى مغاير للاختلاس، وقد أراد بذلك أن يتسع مدلوله لجميع صور الاعتداء على المال العام دون استثناء. يمكن طبعا تعريف الاستيلاء بأنه كل نشاط يصدر من الجاني ويؤدي إلى انتزاع المال موضوع الاستيلاء بنية تملكه أو بهدف استعماله ثم رده، ويستوي أن يقوم الفاعل بانتزاع المال خلسة أو عنوة أو عن طريق الحيلة، ويتم الاستيلاء خلسة إذا كان المال في حيازة شخص آخر بإتيان الجاني فعل ينتزع به المال موضوع الاستيلاء من حيازته وإدخاله في حيازته، يعني خروجه من حيازة الموظف الذي بيده إلى وإدخاله في حيازة الموظف اللي قام بمسألة الاستيلاء. كان يستعمل أحد الزملاء الموظفين فرصة انشغال زملائه الصراف مثلا فيستولي على بعض ما في خزينته من نقود، وقد يتم الاستيلاء عن طريق الحيلة كما يحدث في جرائم النصب، كان يزور الجاني أمر صرف ويقبض قيمته أو يقدم استمارة بمبلغ غير مستحق، ويشترط في الاستيلاء المجرم أن يكون بغير حق. أو قد مثلا يحتل مثلا الموظف العام مثلا، يعني لو فرضنا أنه مثلا يشتغل في البريد ويكون قد يعني قد أخذ مثلا راتبه ثم يقوم يرتب طلب بطريقة أخرى ويوهم الموظف أنه ما لم يستلم مسألة الراتب ثم يقوم بمسألة أخذ مال منه، أو بأي طريقة من الطرق، يعني كأن يغافل زميله مثلا في الكنتر الذي يسلم فيه الرواتب، وبينما هو منشغل يقوم ويأخذ يعني مبلغ من النقود موضوع على الطاولة. أما إذا كان للموظف حق فيما يستولي عليه كان فعله مشروعا، ومثل ذلك أن يعين شخص في وظيفة ويقوم بأعبائها ويتقاضى راتبها، ثم يتضح بعد فترة أن قرار تعيينه باطلا لأن المؤهل الذي عين بموجبه كان مزورا، فما حصل عليه هذا الشخص من راتب في خلال فترة قيامه بأعباء الوظيفة لا يعد استيلاء على المال العام. والسبب أنه هناك كان مبرر، كان فيه هناك ظن أو ما يسمى مسألة شك أو اعتقاد أنه لا يزال يعني أنه يعتبر راتب موظف، ولا يعتبر ذلك بقصد مسألة الاستيلاء وليس بقصد مسألة استغلال ظرف معين، وإنما طالما أن الموظف كان يعتقد أنه قد صدر قراره وإنما حدث أن قراره قد تأخر لسبب من الأسباب ثم أخذ تلك المال، فنقول أنه يعني قد يشفع له هذا الظن، غلب الظن هو أنه يعتبر موظف عام ويعتبر الأموال الذي أخذها ليست أموال عن طريقة الاستيلاء، وإنما حصل هذا المال مقابل العمل الذي أداه وهو خلال تلك الفترة يعتبر موظفا فعليا وإن لم يكن رسميا. ولا ينبغي الخلط بين مع ذلك بين ثبوت حق الموظف على المال وثبوت حق له قبل الجهة صاحبة المال، فليس الموظف أن يستولي على المال ولو كان له حق لذلك. لماذا؟ لأنه القانون قد اشترط كذلك اللوائح الداخلية اشترطت كيف يتم مسألة المطالبة بمسألة الأموال، بمعنى لا يظن شخص يعني يأخذ بطريقة غير مباشرة يعني تؤثر على مقام الوزارة أو يؤثر على
على على قرارتها بأن يأخذ مال ثم بعد ذلك يقول أنا أصلا هذا المال كان أصلا من حقي. لا، الوزارة قد حددت أحكام معينة وشروط محددة، يعني يجب عليك الالتزام بها. اثنين، كذلك تسهيل مسألة الاستيلاء. قد لا يستولي الموظف على المال العام لنفسه، وإنما يستغله ليمكن غيره من ذلك. وقد سوى القانون في التجريم والعقاب بين الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء، ولا يقيم القانون وزنا لصفة من سهل له الموظف سبيل الاستيلاء. فقد يكون هذا الشخص موظفا ولكنه يعني لا يقوم بمسألة الجريمة، لكنه سهل ذلك لشخص آخر بسبب وظيفته. مثلا على سبيل المثال، موظف عام في شخص منحرف يعني محترف، يسهل له مثلا دخوله إلى داخل الوزارة، وكذلك يسهل له مثلا كأن يسهل له الدخول إلى مسألة الوزارة بأي صفة كونه تابعه، وبنفس الوقت يقوم بمسألة وضع الخزينة مفتوحة مثلا، أو يشير ويرشد ويوجهه إلى مكان المال أو مكان الآلة الذي يراد مسألة إخراجها. فمثل هذه الأوصاف أو مثل هذه الأشياء يكون بالفعل هذا الموظف العام قد تسهل، وبسبب وظيفته كذلك قد رتب لشخص آخر يقوم بمسألة الجريمة. طبعا صورة التسهيل لا تقع تحت حص، وقد يقع التسهيل بسلوك إيجابي كأن يحرر أحد الموظفين استمارة لأحد الأفراد بمبلغ من المال يعلم أنه لا يستحقه. وقد يقع مسألة التسهيل بسلوك سلبي كأن يترك حارس أحد المخازن الحكومية عمدا باب المخزن أو أحد نوافذها مفتوحة ليمكن غيره من الاستيلاء على بعض موجوداته. وقد اعتبر المشرع فعل التسهيل شكلا من أشكال السلوك الإجرامي التي يقوم عليها النموذج التشريعي لجريمة الاستيلاء، بحيث جعل الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء أفعالا متكافئة ومساوية في نظر القانون في أحدهما لقيام الركن المادي للجريمة. وذلك لأنه لو ترك الأمر للقواعد العامة لاعتبر الموظف شريكا بالمساعدة للفاعل الأصلي الذي ارتكب فعل الاستيلاء، والذي تعتبر الجريمة بالنسبة له إما سرقة أو نصب أو خيانة أمانة بحسب الأحوال. فلو طبقت القواعد العامة على إطلاقها لاعتبر الموظف شريكا في أحد هذه الجرائم، ولما عوقب الموظف بأكثر من عقوبة الشريك. إلا أن المشرع طبعا قد قدر أن العلة التي من أجلها غلظ عقوبة الاستيلاء وهي استغلال الوظيفة العامة والمساس بالثقة ثقة بها تظل قائمة في حالة التسهيل. يعني سواء كان ذلك المال قام به الموظف هو بشكل أو بشكل آخر، أو كان ارتكاب بأن أرشد أو وجه أو يعني حرض يعني شخص خارجي بمسألة السرقة وسهل له بأن جعل النوافذ أو جعل الأبواب أو جعل الخزنة مفتوحة أو أماكن السلاح معروفة لديه، فيعتبر كل هذا داخل في مسألة جريمة الاستيلاء. فيكون الموظف الذي سهل لغيره الاستيلاء على هذا المال فعلا أصليا للجريمة، وأن الغير الذي سهل له الموظف الاستيلاء على المال شريكا للموظف في الجريمة. وهذا الذي اختلف، رغم أنه قد لا يكون هو المباشر الحقيقي لمسألة الجريمة، وإنما الذي قام بمسألة المباشرة بأخذ المال ونقله من 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 حرزها وهي مسألة الوزارة مثلا أو المؤسسة الحكومية هو شخص آخر، لكن القانون جعل الاعتبار للشخص الذي قام بمسألة التسهيل لهذا الأمر، وجعله يعتبر هو الفاعل الأصلي، وجعل الشخص الذي قام بمسألة إخراج الشيء يعتبر شريكا في هذه الجريمة. طبعا كذلك المال موضوع الاستيلاء، قد رتبت المادة 162 من جرائم العقوبات ان يكون موضوع المادي للسلوك في جريمة الاستيلاء والتسهيل ما لا تملكه الدولة او احد الهيئات والمؤسسات العامة او الوحدات التابعة لها. والمال هو كل ما يمكن تموله، يعني كما هو منصوص عليه في القانون المدني، هو كل مال يعني يمكن تموله ويمكن كذلك استعاضته بالنقود. فيعتبر أي شيء من هذا المنطلق يعد مسألة مال. طبعا من خلال النص، حيث أن المشرع أطلق لفظ المال دون قيد، فأنه يعني يمكن أن يتنزل الوصف على ما هو عقار، وكذلك يتنزل على ما هو منقول. قالوا لك في مجرد الوجود المادي للمال تحت يد الدولة والاستحواذ عليه من قبل الموظف لقيام جريمة الاستيلاء ما لم تثبت ملكية أحد الجهات المحددة في القانون بسبب صحيح ناقل الملكية، وتطبيقا لذلك فإن قيام شرطي بأحد المراكز بتحصيل مبلغ غرامة من المواطنين بمناسبة الوظيفة
وليست بسببها لا يكفي لإدخال المال في ملكية جهة الإدارة، ولذلك فإن قيامه بأخذ هذه الأموال لا تقوم بها جريمة الاختلاس ولا جريمة الاستيلاء، وإنما تعتبر جريمة خيانة الأمانة. والسبب لأنه جريمة الاستيلاء طبعا على مال الدولة بغير حق تقتضي وجود المال في ملك الدولة، والمال في هذه الحالة طبعا لا يكون قد دخل إلى ملكية الدولة، ولذلك يعني قيام الموظف باستغلال وظيفته وانتزاع المال خلسة أو حيلة أو عنوان لا يعتبر المال في هذه الحالة قد دخل في ملكية الدولة بسبب صحيح ناقل الملكية. وليس شرط لقيام الجريمة أن يكون المال مملوكا كله لأحد الجهات المبينة في المادة 162 عقوبات، بل يكفي أن تكون ملكية لجزء منه، ولا يهم مكان وجود المال، فقد يكون في حيازة أحد الموظفين أو في متناول الكافة كأعمدة التلفونات والكهرباء وأسلاكها. ومن حيث الشروع فإن جريمة الاستيلاء بغير حق على مال الدولة أو أحد الجهات المنصوص عليها في قانون جرائم العقوبات تقبل الشروع. طبعا الركن المادي في هذه لابد كذلك تعتبر هذه الجرائم من الجرائم العمدية التي يجب أن يتوفر فيها مسألة القصد الجنائي بعنصره المعلومين وهو العلم والإرادة، والعلم ينصرف إلى عنصر الواقعة التي تقوم عليها جريمة الاستيلاء، فيتعين أن يعلم الموظف بصفته كموظف عام وأن المال كذلك الذي يريد الاستيلاء عليه يعتبر ملك للدولة، ويعني كذلك يعني أو لجهة من الجهات، وأن يعلم أن من شأن فعله هذا هو يعني حرمان الجهة صاحبة الحق من هذا المال، سواء بصورة دائمة إذا كانت بنية تملكه وبصورة مؤقتة إذا كانت بنية استعماله ثم رده. فإذا كان الجاني يجهل أن المال مملوك لأحد الجهات المحددة بالقانون فإن القصد الجنائي ينتفي لديه لانتفاع عنصر العلم، ويجب أن يتوفر لجانب العلم عنصر الواقعة إرادة تحقيقها بحرمان الجهة العامة منه بصفة دائمة أو مؤقتة وتسهيل الاستيلاء على المال العام. طبعا عقوبة هذه الجريمة فرق المشرع اليمني بين الاستيلاء المصحوب بنية التملك والاستيلاء المصحوب بنية الاستعمال والرد، فجعل عقوبة الاستيلاء بنية التملك الحبس مدة يعني لا تزيد على 7 سنوات، وتعتبر يعني كأنه جعلها بهذا الوصف جعل هذه الجريمة تعتبر من الجرائم الجسيمة، والاستيلاء بقصد الاستعمال يعني جعل عقوبته مدة ما لا تزيد عن 3 سنوات. عزيزي الطالب، من خلال التعريفات السابقة لمفهوم الاستيلاء بنية التملك والاستيلاء بنية الاستعمال، هل يمكن كذلك ملاحظة أوجه التشابه والاختلاف فيما بينهما؟ هناك بعض الأسئلة يمكن الإجابة عليها، ضع علامة صح وعلامة خطأ. من شروط قيام جريمة الاستيلاء أن تكون صفة الموظف العام ملازمة للفاعل وقت ارتكاب السلوك الإجرامي. تتنافى جريمة الاستيلاء إذا زالت تنتفي جريمة الاستيلاء إذا زالت صفة الموظف العام عن الجاني بأي سبب من الأسباب بعد ارتكاب السلوك الإجرامي. عزيزي الطالب، ما المقصود بالاستيلاء؟ ما المقصود بتسهيل الاستيلاء؟ نكون بهذا عزيزي الطالب قد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء الذي تكلمنا به عن مسألة جريمة الاستيلاء، وذكرنا أنه يعتبر فعل يقوم به موظف عام يعني سهل له مركزه الوظيفي بأخذ المال ونقله من حيازة الدولة صاحبة الملك إلى حيازته ربما الخاصة أو إلى سواء كانت يعني حيازة ما يسمى تملكي تملكا تاما أو تملكا ناقصا بأن يقوم بمسألة استعماله واستغلاله. ثم تكلمنا عن مسألة أركانه وتكلمنا عن الركن المفترض أنه لابد كذلك من وجود ما يسمى توفر صفته ككونه موظفا عاما، وتكلمنا عن فارق مهم جدا ما بين مسألة وهو يفرق ما بين الاستيلاء ومسألة الاختلاس، وهو أن الاختلاس يكون المال الذي يكون يعني موضوع الجريمة مال وضع بيد الموظف نفسه ثم يقوم هو بمسألة نقله أو استعماله. أما في مسألة الاستيلاء قد يكون المال موضوع ليس موضوعا بيد الموظف نفسه، ولكن جريمة الاستيلاء كانت وظيفة الموظف سهلت له بمسألة الاستيلاء على ذلك المال، سواء كان بطريقته بصفته مباشر أو قد يكون بمسألة تسهيله لوقوع هذه الجريمة من شخص آخر، كأن يبقي نوافذ مفتوحة أو الخزنة مفتوحة أو يقوم بمسألة إرشاد وتوجيه الـ 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 هذا المجرم بالقيام بمسألة هذه الجريمة تحت بأي وسيلة من الوسائل التي ذكرناها. وبعد ذلك تكلمنا أنه كذلك لابد من توفر الركن المعنوي،
وللجريمة، وهو العلم والإرادة، أن تتجه أن يكون عالما أنه موظف عام وأن يكون المال هذا يعني للدولة، ثم كذلك أن تتجه إرادته بالفعل بمسألة نقل هذا المال من حيازة الدولة إلى حيازته أو إلى حيازة أو استغلاله لصالحه. وعلى هذا النحو كذلك فرق القانون في مسألة العقوبة، حيث جعل عقوبة من يريد تملك المال بصفة كاملة عقوبة جسيمة، وجعل عقوبة الحبس ما يزيد عن 7 سنوات، بينما في جريمة الاستعمال أو يسمى مسألة النقل الناقص جعل الجريمة غير جسيمة بما يزيد عن 3 سنوات. بهذا عزيزي الطالب نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الحلقة، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.